القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياث مثلا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس ويس 422 من دروس التفسير، وقد درسان قالوا من دروس سورة السجدة، وقد درس أنجلو آخر درس في سورة السجدة، والدرس القادم إن شاء الله نشرع في تفسير سورة الأحزاب. الدرس رقم 422 ود نفسر سلاية 23 ألما ذلاية 30، وعدد آيات سورة السجدة 30 آية. ومازال ثمسال تياكل مهمة إثنوقش إدفكا سورة السجدة، مسألة البعث، يعني أم شريا من فنادم بالليث لا الآخر الآخرة. الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها، ما إلا نمنس الآخر باش تقرز تذرت النار، خاطر أمذن ما يمن سلاخر أذي قرز الحياتيس، خاطر يزرع يحصى أدي يسواس أذي قافل بابي جنوان وذي قافل الفعاليس، أين زرع ذي الدنيس أثي غلث ذي الأخر، أين زرع ياك أثي فثي تراجو. يمدينا ربي في القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أوين يتراجل لم قبل ربي، خطر وين يمنا هذه تراجو إما يدور يومين لا هذا خيني الدونيث عاشي تكن تفغيض أتم غرض وتمثض وثفرع ذايا ثغل ورسعي القيمة ورسعي الزال ورسعي الشان ذا شو تدوني ثم 60 أو 70 أو 80 أو 100 سنة ونهضر في قد يموتنا في 20 نغف 30، خطر موث الموث ثقرفك ورثخ القيث ثقرف أروين مقرن أروين مزين أروين مقرن أكثر ثقرف ساموضين أكذوني صحان جهدا، ولكن أموضين أكثر. ربي ناد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، الموت حق لا ينكره باطل. لذلك ربي سورة الملك ناد يعني خلق الموت والحياة، إزوار دي الموت، الموت خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مسألة البعث ثوعر مليح، أم ثوعر مليح؟ المنكرون وقالي السيد من البعث طاس أسقر ما كانش منها دوني تعشيت، وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. الرئيس وننس يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الدليل
مريم مثل ومذان فروح الروح أذا سنيني ولا ذكشيني روح أثنى ويسكال أثنى انطل إلا يتسيذير يذنى عزيزنا عزيزة درجة زنطوف من موثن أو السكال أي غار أما كنا سنقار نحواجيك نبغى جسدا وروحا مادام الروح يكثروح ولا يشيني روح ربي ناد ولقد آتينا موسى الكتاب ربي هضر ديون من أولي العزم من الرسل اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام خمسة من أولي العزم نوح شيخ الأنبياء أمغر الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن موسى كليم الله عيسى المسيح محمد عليهم الصلاة والسلام أكن ملان إذن ربي سبحانه لقي سمكتا يغيد أمشي دي شجع الكتاب المراد بذلك التوراة التوراة إي موسى عليه الصلاة والسلام إنيس في صلى الله عليه وسلم فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تكن في شك يا محمد فقد لقيته ليلة الإسراء والمعراج ثم قرطد أثد مقرض في يظني ليلة الإسراء والمعراج اسمي النبي عليه الصلاة والسلام في كاس ربي هدية ربانية يروح إلى السماوات العلى إلى رب العزة ذينا إدي فرض ربي ظليث خمسون في العمل خمسون في خمس في العمل ولكن خمسون في الأجر فظل نزل خمسة ولكن ذي الأجر خمسين تما شوت نسنيت نزرام سمرة ذي رحلة الإساء والمعراج فلا شك فقد تم اللقاء فعلا وكانت هذه الرحلة حقيقة هي رحلتان رحلة أرضية ورحلة سماوية كل ذلك تم بالجسد والروح هذا إيماننا هذه عقيدتنا والنبي عليه الصلاة والسلام سوي قادي دي مقر ذي الليلاني ذي رحلاني إمقرد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مدينة وجعلناه هدى لبني إسرائيل أما هو نتسام التوراة إما هو موسى أو التوراة أو كلاهما هدى لبني إسرائيل إم والهن تالسا هداة البشرية وقذيذ عن الأنبياء سلحن الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله أكيد ربي ذي القرآن ولكن المنطق يقتضي أن نصدق جميع النبيين والمرسلين الذين أرسلهم ربنا جل جلاله يعني وري الشفيحارة وري الهوارة سيلوجيك أمشي عندي شقع ربي والقفليث والناس شيني خاطي ما هوش معقول الميذان قالوا صافي المؤمن الحقيقي إلا ذا يهودي يوم الناس الكتاب التوراة عادي التوراة السوال التوحيد الإنجيل لبيبل قفلت وحرفا السوال غير التوحيد باللي ربي يون الدليل في سورة الأنبياء الآية 25 ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني يكيم شجعني دي شجع ربي سبحانه بويند العقيدة التوحيد أصل الأصول التوحيد المفروض الإنسان الذكي النقي الفطن وين دي شجع ربي سيني مرحبا عنه منيس ولا ميلي وين دا يهودي ولكن اسمي تلحقي في القرآن رسالة الإسلام إلى قديم هذا من أغسطسن في صلى الله عليه وسلم ذنسا إذا مشجع أنقروا إذا شجع ربي سبحانه من بعد شو ديننا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ربي سبحانه جعل منهم أئمة يعني يهدون بأمرنا بأمر الله عز وجل ولكن من الصبر
مي قلا الحق هذه اللي صبر على طول. مثلا ربي ينادي في سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كمل وتواصوا بالحق. ما تضفع ظفري الحق أتفضوا قورا أتفض ثلوفا أتفض المحنة ديني مدينة ربي مباشرة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مسفهم؟ أدنو غير دي سورة لقمان، لقمان الحكيم دي الآية 17 شرحناها. أشو سيدنا لقمان يميس إنيس يا بني أقيم الصلاة الظل وأمر بالمعروف، أمر المعروف سيني الهان، وانهى عن المنكر. السؤال أنوي قوارا ما ثمر المعروف نغمة نهوض في المنكر، ما تثمر المعروف ولاش المشاكل. السيد مثلا إذا درتيك إذا وشلتيك أندت اللي ضع يلها الخير ثلها ثيكمات ثلها الخوف الربي ثلها الظليث. أكين الشيني جنتلمان الشيني ذا القزلالي تجيت تنطرونكين إما إلا أدي ظهما استقبيلي أنه يعني المنكر وقي ثيريث لوسخ ثيريث إلى قكا إلى قكا إذا الدار في مسوق أنت الدار إمدغى أذروم أم قران بذروم إلى آخره. تفضيض ذاقي أذمو فلاسنت أتصفض يقورن أتصفض المشاكل. لذلك إناس يا بني أقيم الصلاة عادي، إناس وأمر بالمعروف عادي، وانهى عن المنكر بعد نيس واصبر على ما أصابك. أذمو فلاس ثورة أتصفضوا هورم. النبي صلى الله عليه وسلم صالح ما عندوش مشاكل قبل الإسلام، يلقب بالصادق الأمين. استعرفنا كالملان اسقندر جاز العالي ونخي يسعى الكيذوت يسعى لمنا، كان صالحا قبل أن يكون نبيا مرسلا. ولكن حينما أنزل عليه الوحي فتحرك بالوحي في المجتمع بين الناس، بدأ يدير الإصلاح، الإصلاح العقدي الإيماني الإصلاح التربوي. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صار مصلحا، نبي مرسل مصلح. إذ غاف ذنت المشاكل أسقر شو قاعدين في الناس. أما ذنت سامة الصحابة ربي الناد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعد فلس الحيف ذم قران الحديث قياس، حديث قياس. لذلك ربي سبحانه وشو مغدي حكى مغدي نادي سورة لقمان الآية 17 إميسينا وانهى عن المنكر من بعد نيس واصبر على ما أصابك من بعد نيسين ذلك من عزم الأمور. إذا كنت من أصحاب العزمات من أرباب العزمات وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم أذم فلسنت سبحان الله. وهذا هو لذلك رب سبحانه في سورة الأعراف الآية 170 إن لا نضيع أجر المصلحين الذين حولوا قيم الصلاح إلى مشاريع متحركة في المجتمع، وهذا هو المطلوب. بعد شو سينا دينا رب سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مادام كانوا بآياتنا يوقنون إذن هم مؤهلون لحمل الرسالة. زران دا شو نتاعكم في إرفذن صوت الرسالة أكني واثا. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. يا ربي الحمد لله كي كان يوم القيامة لو كان ما كان ولاش الآخر سواغيث
تواغيث يو كان يقذرون ذي الدونيث الباطل تواغيث ثم حقرانيث اتش الحقوق الكذب ذا إلا وين يلهان إلا وين يلهان لا نيأس إلا وين يلهان الصفراحا الوجه المشرق للإنسانية جلي ولكن الوجه الكئيب الحزين أيضا جلي إلا وين الصفراحا إلا وين الصحزانا أكا تجد دونيث ولكن الحمد لله لا يوم القيامة بسم الله ما شاء الله شدنا ربي إن ربك هو يفصل بينهم إذن سيد الحكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يكين قذران يريم ذانا أما ذي بني إسرائيل أما بين الأقوام السابقة وبين النبيين والمرسلين السابقين إلى أن تقوم الساعة ربنا هو الذي يفصل يوم البعث أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ونروح إلى بلاد مدين ونروح إلى مدائن صالح في الشام يرون آثار الهلاك آثار الدمار أشو قذران الأقوام النية عدان مغفرا إمي إوين أذمنا وصدقا الأنبياء أنسن إذ رأيسنا شو سني ذران ولكن تجدني الإنسان هو الإنسان في كل مرة تقول له كان الأخير قلت ما شفت يقول لك كان عذاب القبر إيه كان عذاب القبر يقول لك شفته تقول طبعا ما شفتوش هو ما نيش ميت أنت ثاني ما كش ميت ولكن صدقنا الصادق المصدوق إلى القبر إلى نعيم القبر إلى عذاب القبر لنسين استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وفي سورة إبراهيم الآيتان 26-27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والقبر أول منزل من منازل الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم تولين آثار بقاتني عدان شوسني ظران إن في ذلك لآيات سيد السيني علامات أدلة دلائل قاطعات أفلا يسمعون لا يسمعون هذه الآيات سولين سولن ولكن ولا نرى سولين سلن سمزغ وسلن نرى ومن يعطل هذه الآلات هذه النعم التي منحها الله لبني البشر أتظن سولي سولي اسمي سولي يرى يسر سمزغ اسمي وي وقل معنى اسمي وي وسيهوان ولكن لو كان سيهوى أذي السن ثيذت بدين ربي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز الأرض اليابسة ثمثني ثقور ثكاو ولا شمام ذين ولكن بشغ ديسفهم ربي سبحانه العقيدة البعث أمكنت أفلاح أذ ينطل زريعة أذ ينطل مكشر زكني زرعي تكرزيت فنطل أم بعد أدمغي ربي أذ يفكلامر يهنوان أذ سرحني وامان وأذ يفكلامر إلقاعة أذ السمغي ماتشي ذا فلاح دي السغلين أمان ماتشي ذا فلاح دي السمغين زريعة الله أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت كذلك البعث لتقريب الصورة إلى الأذهان ولذنك نيونا ثننطل نرف لسكال أم بعد ذشرة يضرون يوم القديجة ذينا كان قبل نروح أسدغ الروحيس وذي عدي ذي منكر وانا كير فإنه الآن يسأل الزهريس ما يقرز ثازكيس ذي غد سيف حيرث سيت بحيرين الجنة ما إلا ضوايض غنجي ربي يجي المؤمنين أشحال راه يرجو أو ماشي شوطر يوم القيامة نكونوا زميرا نرجو من با الطبيب دي لا سال داتونت سيد الله حارق ونزميرا راه نتحال واحد عمر المازوت تواضر بان طومبيل بزاف رجوها كون شتا
أو الزميراري وراجو مي لا غي تراجو وراجو لا غي تراجو وراجو ذا شو وراجو غزيفم. تصور كل يوم دي ولادي مختي جديسي قموثن قبل 40 سنة قبل 50 سنة جدوسن جديسي موثن قبل 100 سنة على بالكم يموت أرثوري تراجو وما زال يرجو نكوني ذا غان مثلا نرجو ألا ماذا يوم القيامة والله راه الزيفة ما يسمين غير الصح. أقسم بالله اللي تغاضن من الكفار والله العظيم غير الكفار يغيظوني مليح أي غار لأنهم ما يعرفوش أعظم حقيقة ما يعرفوهاش. هو طبعا هو بشر في النهاية هو بشر ويجمعنا أصل واحد اللي هو الآدمية. النبي صلى الله عليه وسلم يناد كلكم لآدم وآدم من تراب وربي ناد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات الآية 13. لذلك نسأل الله الهداية للجميع. بعد شدنا ربي سبحانه ذكي أولم يروا أننا نسوق الماء أننا نسوق الماء إلى الأرض الجروز الأرض اليابسة فنخرج به زرعا تولي الله يبارك أدفغ الغلة زريعة الخرار البحر تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أذشن يزقارن المال فرحنا الله يبارك ولا ذي المال ذي فرح مري ولي الحشيش ما ولاش الهوى ولاش الحشيش أسقرن السبا بنادم عصاة بني آدم عصاو ربي البشر نكني وسفغنا على العشور وسفغنا على الزكاة أذغا ولا شي جنوان ولا شي الهوى أذغا كل شي قور كل شي كاو وكذا كي ذنب كل السبا يمي مساكيت اللوزن يمي مساك ولكن ربي سبحانه باش غادي يفك الدليل كاين البعث كاين من الأدلة إنا كذا أدفع كل خير مني زري عني نامني إنا كذشن الأنعام نسن الحيوانات نسن أكذني ثني ذا غادشن ها قرنا كذا شر كنسينو مذياز إنا يسدك اللي غيش شن لا غيشن أنا في السقوة كان غلا أما ذا البطاطا ما زرو ديني ما دير ثني ذوينا كني غيش شن لا غيشن من بعد ملك فنو السماء ذي الدونيث من بعد ربي ند أفلا يبصرون يا عجبا يا عجبا سولم سولي ضرا. لذلك جميع الكفار الذين استثمروا هذه النعم التي حابهم الله وحب كل البشرية بها استخدمنا الله نسن استخدمنا نظر نسن ثموس نسن العلم نسن شهدنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لي بول لي بول ماشي كان لي بول مدينة لي بول ماشي شرط العلماء مقارن لا 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 ياك اي واحد هذه استخدم اللاغي سي زريس ضم الزوغيس اذي وضذي زر في ذات وذي من سربي وحد سكولي شريه افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح يوكني سبحان الله سقر متى هذا الحكم الفاصل متى نسمع هذا الحكم الفيصل متى ان كنتم صادقين ثقيت تغننت تغنات ميدكش مثغنات ميدكش مثغنات قرنا كيف الهيضة العقل لو كانوا كيدي زوير الحمق إيث الهيضة العقل الله يرحم المتنبي لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها إلها العقل أصبتوا رأيي ما يستعرفش ميستنضيشين بعد ولا يلا سرحة زيغي العذاب أجي سرحة فاش هاد شوط الكورونا زلزلة كل الدوني فيروس تسوالي راه يخدم دينا غا خسارة أما ديت النفسية أما ديت المجتمع أما ديت الإيكونومية كل شيء حباس خير إن شاء الله يقول لك ما نخافش ربي إناس يا اللي ما يخافش ربي ماك صادق لو كان تسرقو غير ثارقي تسرقية أنا عامي كان واحد يشوف كوشمار بركة كوشمار هو راقد راقد أليز يشوف كوشمار يولي يقول الحمد لله ماشي الصح الحمد لله تخاف الكوشمار وما تخافش ربي موراها لا لوجيك يعني سي لوجيك وللمنطق منطق لا يعرفه المنطق كما يقول المناطق افلاطون سقراط قالوا كي استخدم اللاغ قرص تقديري فاللاغ
إن يشق الروم كسينوم ذياز ما يفغث ولا ولي استخدم الشاشيث نثاك سكيت نايت تبغيضا أقر ألا أول سلم عنس من بعد إنيك ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين إيه؟ قل ربنا يسين في صدار ياسمين يوم الفتح أسني مرد يوض يوم القيامة بعد ربي سبحانه يفصل يحكم بين الناس ذاين ولاش سيسيون دورات راباج فلا اون سيسيون يوي اون سول اوكي شونس ذاين قل يوم الفتح أسني أس أي غادي قار يوم آخر آية أنزلت في القرآن أذكر إخواني بها وأذكر نفسي بها لا يثن جاروثي دين زلن ذي القرآن أتسن ذي سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما كمل ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أسني سراجوغياك هذا عندك يا ربي هضرت في الناس قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ذي نثنين في عالم ولا الشمن ديال الإيمان ذي يوم القيامة ذاين ما ينفعهمش ولا هم ينظرون لا يمهلون لا يؤجلون وزمان سنين راغر دونيث ادنو غالنا من خاطي ذاين يوث الحياة قلان ابقى على خير اتفدو لا في اترنال حياة الأبدية هناك ذخم القرار ماذ دونيث ولا مغزفث والزيلث آخر آية في سورة السجدة الآية 30 فأعرض عنهم ذاين وانتظر إنهم منتظرون الجميع ينتظر هنا تراجون الهزيمة إن في صلى الله عليه وسلم تراجون باش السخسين السنسن ثفاثن الدين ولكن ربي يدقار ثفاثن الدين ورزمرة السخسي إيوان ذاين انتظر مذني ثنيثني تراجون ذاين قريحا ذاين قسيحا ونفغنا ذي ثوف مازال الحال جيغان ثلويث أرثي من الليث